بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، مزايا لما كان الزمان بهم أزرى. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، مزايا لما كان الزمان بهم أزرى، ففرقهم في الأرض حتى قبورا، فبعض ببغداد وبعض بسامرة. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى، مزايا لما كان الزمان بهم أزرى، ففرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامرة، وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا قبرا. فلو لم يكنهم خير من وطأ الحصى، مزايا لما كان الزمان بهم أزرى، ففرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامرة، وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا. وفي طيبة طاغا وأسباطه ثوى، وعف الشقا قبرا لبضعة الزغرى الزغرى. وفي طيبة طاها وأسباطه ثوى، وعف الشقا قبرا لبضعة الزغرى الزغرى. ودع عنك ذكر الطيب، ودع عنك ذكر الطف، إن مصابه حال فؤادي عند تذكاره جمرا، حال فؤادي عند تذكاره جمرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة تكلمنا في رواية واردة في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمه الله. الرواية تذكر الأئمة عليهم السلام، ومن جملة الأئمة اللي تذكرهم هو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وتذكر الإمام الهادي بأمور مهمة، عدة أمور ذكرت بعض هذه الإخوة اللي كانوا حاضرين البارحة. ومن جملة الأمور اللي تذكرها الرواية في الإمام الهادي أن الله تعالى ألبسه ثوب السكينة والوقار، كما في الرواية الشريفة إذا يتذكر الإخوة. إخواني خلنا نسوي قيام شوية، تجون منا حتى الإخوة اللي يجون أكو عندهم مكان يقعدون بي، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. إذا شوية تجون لهنا، شوية لهنا، شوية بعضكم خليجي هنا حتى يتوازن الكف، جزاكم الله خير. ثانياً غفر الله لكم. ثالثاً بأعلى أصواتكم. الرواية تقول أن الله تعالى ألبس الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه لباس السكينة والوقار. شنو هو هذا السكينة اللي الله ألبسها لإمامنا الهادي عليه السلام؟ شنو هاي السكينة؟ البارحة بدينا بهذه المادة كلغة عربية، وعرفناها كلغة عربية، وقلنا أن لهذه المادة اشتقاقات كثيرة، صحيح يولا؟ انتقلنا إلى محطة أخرى، قلنا هاي المادة القرآن الكريم استعملها، يوم استعملها
استعملها بمحاور متعددة. القرآن استعمل هذه المادة بمحاور شنو؟ متعددة. البارحة بينا كم محور إذا يتذكر الإخوة؟ لا إيه صحيح كما تقولون صحيح إن 11 محور اللي لما بحثنا بالقرآن الكريم لقيناه 11 محور، بس البارحة كم محور توقفنا عنده؟ 2 البارحة توقفنا عند محورين. المحور الأول هو محور خلق الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار. وجبنا كم رأي على الموضوع؟ 3 آراء إذا يتذكر الإخوة. ما شاء الله الإخوة قاعد يجاوبون، معناه أكو انتباه جيد وإصغاء جيد وذاكرة جيدة اللي تحفظ. البارحة ذكرنا 3 آراء في هذه الآية الكريمة، أنه وله ما سكن. بعض ربطها بالحيوانات أجلكم الله، وقال بعضها يسكن شنو؟ ليلا، وبعضها يسكن نهارا، والله له ما سكن في الليل والنهار من البهائم. البعض قال، البعض قال وله ما سكن مثل ما ذكرت البارحة، أنه ما اشتمل عليه الليل وما اشتمل عليه النهار. فلما يكون الكلام عن ما اشتمل عليه الليل والنهار يكون عن كل مخلوقات الله ومو كل مخلوقات الله، أنه كل مخلوقات الله لله تعالى ورب العالمين هم خالقها. هذا هم الرأي الثاني اللي اتكلمنا به البارحة. زين، وذكرنا أيضا رأيا شنو؟ ذكرنا رأيا ثالثا أيضا ليلة البارحة. بقى شيء أريد أقوله بسرعة وهو قضية المحذوف، أنه له ما سكن والمحذوف ما تحرك. هسه ليش ما ذكر مثل سرابيل تقيكم الحر، مع أنه السرابيل تقي الحر فقط والبرد أيضا، البرد أيضا، بس هو من يذكر إحداها يتبادر إلى الذهن الآخر. هذا هم رأي ثالث. أكو رأي رابع، البارحة راجعت أوراقي وكذا لقيت أكو رأي رابع البارحة ما قلت لي الآن ما أقوله حتى أنتقل المحور الثاني اللي البارحة توقفنا عنده وبقية المحاور بسرعة. أكو رأي رابع يقول الآية اللي قبل هاي الآية رب العالمين يبين أن له ما في السماوات وما في الأرض، وهنا قال له ما سكن في الليل والنهار بالآية التي بعدها، فيظهر الآية اللي قبلها ناظرة للمكان والآية اللي بعدها ناظرة لمن؟ للزمان. يعني لما يكون لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية ناظرة شنو؟ كل ما في المكان والمكان، وما في المكان ومن في المكان هو لمن؟ هو لله. لما يخلي في قبال بالآية اللي بعدها، يخلي في قبال له ما في السماوات والأرض، يخلي الآية اللي بعدها ما سكن في الليل والنهار. الليل والنهار يمثلا شنو؟ زمان. فيكون مجموع الآيتين أن المكان وما ومن فيه والزمان وما اشتمل عليه هو كله لمن؟ لله تعالى. فيبقى شيء خارج عن حدود ملكية الله تعالى؟ ما يبقى. هذا هم رأي رابع هم جميل أشوفه، هم جميل بالتفاته حلوة. طبعا هذا يذكرني برواية، هذا يذكرني برواية أنه يجي شخص الحسين عليه السلام ويقول له أريد أعصي الله، قال له أعصي، قال له أنت الحسين تجيز لي؟ قال له أعصي. تريد تعصي؟ أعصي. وش يسوي لك يعني؟ أعصي. قال أعصي؟ قال نعم، بس أكو عدي فت شرط 2-3 شروط سويهن وأعصي. قال له شنو؟ قال له أخرج عن ملك الله، لا تأكل من رزق الله، كذا كذا كذا، هو أعصي الله. يصير هذا؟ ما في السماوات ما في الأرض إلا ما سكن في الليل والنهار إلا كزمان كما كان. فالحسين لما يقول له اطلع من ملك الله وين يروح؟ يطلع خارج الزمان والمكان؟ خو ما يصير. هذا هو الكلام. هسه هذا كان المحور الاول، خلينا نعبر عن محور خلق الليل والنهار او محور الليل والنهار وما سكن في الليل والنهار كهاي الماده، ماده سكنه في القران الكريم. المحور الثاني محور السكينه في الزواج، خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا، وهي تمثل نظرية الإسلام. أقول لكم قضية الآن، لما تجي للنظرية الغربية، باوع لي أرجوك، الآن لما تجي للنظرية الغربية في باب العلاقات، يعني اللي يحكم العلاقات بالنظرية الغربية، ومن جملة العلاقات اللي تحكم الإنسان بإنسان هي العلاقة
والزوجية بعد أكو علاقة صداقة، أكو علاقة أبو ابن، أكو علاقة أخو أخوه، أكو علاقة زوجه زوجته. ما يحكم العلاقات في النظرية الغربية المصلحة النفعية، ما أدري الإخوة يعلمون بذلك ولا، هذا اللي يعبرون عنه برغماتية، برغماتي فلان، برغماتي برغماتي برغماتي، يعني يحكم شنو النفع المصلحي. يعني حتى الأبو ابنه، الأبو ابن العلاقة اللي تسود بيناتهم علاقة برغماتية نفعية، لما تنتهي يعني النفع ينتهي بالعلاقة، الابن يشيل أبوه يذبه وين؟ الدار العجزة مثلا، كما هو الحال الآن في أوروبا. هسه تقول لك احنا ما عندنا دور عجزة، عندنا بس كنسبة نفس نسبتهم. شو تشوفون؟ لا ماكو، مثلا ماكو وجه مقارنة بين النسبة عندنا والنسبة شنو عندهم. هناك يشيل أبوي يذبهم بدار العجزة، هي الظاهرة أصلاً، هي الظاهرة. فلما واحد ما يذب أبوي في هذا المكان استثناء، إحنا عندنا شنو؟ العكس هو الاستثناء، صحيح يولا؟ إحنا العكس عندنا استثناء، فرق كبير. يعني إحنا النظرية الإسلامية تقوم على أساس آخر، مو الأساس النفع المصلحي. لا وين؟ علاقة الولد بأبيه شنو؟ وين إحنا عندنا؟ هم عندهم حتى الزوج بزوجته مصلحة، هاي هسه شنو يا مصلحه؟ المصلحه الجنسيه مثلا، اللي ذهب الى اللي ذهب اليها وتكلم فيها وفرع عليها منه فرويد. بعد اصور هاي مساله واضحه فرويد. جيد، اما تعال للاسلام، تعال للاسلام شلون ينظر للعلاقه بين الزوج وشنو وزوجته؟ ينظر لها من خلال واحد، السكينه والهدوء، هاي بحث. اثنين، البناء الأخلاقي. البناء شنو؟ الأخلاقي. أكو بالكم آية للبناء الأخلاقي بين الزوج وزوجته؟ أو ما أكو بالكم آية؟ هسا السكينة أخو هاي خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا. يعني شوفوا الفرق يا إخوان، وين هو ينظر للعلاقة؟ القرآن الكريم وين ينظر للعلاقة؟ فرق كلش كبير، كلش كبير. سكينة واحد، اثنين البناء الأخلاقي، البناء الأخلاقي أكو بالكم آية؟ علاقة بين الزوج والزوجة لبناء أخلاقي، يعني هو لما تكون أكو علاقة بين الرجل والمرأة شرعية من خلالها يكتمل البناء شنو؟ الأخلاقي. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا بناء. يعني أنت تستر الإمرأة والإمرأة هم شنو؟ تستره. بالنتيجة هذا بناء أخلاقي ومو أخلاقي. فمر القرآن ينظر للعلاقة كسكينة وهدوء واطمئنان وراحة نفسية، مرة أخرى ينظر للعلاقة كشنو؟ كواحد يقوي الثاني على محاسن الأخلاق وعدم الانجرار وراء النزوات والشهوات غير المشروعة وهوى النفس وطول الأمل وهلم جرا. هذا نعبر عنه بناء شنو؟ بناء شنو؟ أخلاق. فمرة ينظر لها سكين وسكون وهدوء، مرة ينظر لها أخلاق العلاقة بين الزوج وزوجته. أقول وين هذا الحكي؟ وين العلاقة بزوجتك مصلحية؟ العلاقة بوالديك مصلحية؟ العلاقة بأبنائك مصلحية؟ بس تنتهي المصلحة أشيل أذبه بالشارع. الآن النظرية الغربية كلها قائمة على هذا الأساس. شوف النظرية الإسلامية إيش تحمل من طابع. هسا بس هذا صار عندنا بس أمرين يعني للزواج؟ لا، ثلاثة. البناء الاجتماعي، البناء شنو؟ الاجتماعي بين الرجل والمرأة، بناء اجتماعي. بس هذا لا، أربعة. إيجاد ذرية صالحة من خلالها، طبعا ذرية صالحة موحدة من خلالها تنتشر الدعوة إلى الله تعالى. هاي أباهي بكم الأمم، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كثروا النسل، مضمون كلامه كثروا النسل صلى الله عليه وآله يقول حتى أباهي بكم الأمم، كثروا النسل الموحد لله تعالى. فبناء عقدي من خلال علاقة زوجية هذا الأخير، بناء اجتماعي، بناء شنو؟ أخلاقي، سكينة وهدوء. هذا نظرية الإسلام بشكل عام في النظر إلى العلاقة بين الرجل وزوجته في الواقع. هاي مسألة مهمة، هاي البارحة أنا كله ما ذكرته، هذا هم كله مهم، هذا كله مهم، كله مهم. هذا يبقى شيء أخير أقول لكم إياه بهذا المحور. ما أنا ليش قلت لكم هاي محاور السكينة هواي بيها كلام،
يعني احنا بالمحور الثاني شوف ايش قد اكو كلام، اذا نريد كل محور ننطي حقه من الكلام ايش قد نحتاج وقت، ايش قد نحتاج محاضرات، كلام طويل عريض ايها الاخوه. اقول لكم قضيه اخرى، يعني نفس هذا الامر ابينه بشكل اخر بترتيب اخر، ابينه بترتيب اخر او بفهرسه اخرى، بتبويب، بهيكله اخرى. اكو علاقه تكوينيه بين الزوج وزوجته. شنو علاقه تكوينيه؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا. طبعا هذا العلم الان وصل له، العلم الان وصل له. يعني اقصد الان هالمئتين سنه الاخيرات وصل الى انه كل الموجودات الله خلقها بفردي وثنائي، شكلا ثنائي. ومن كل شيء حتى النبات حتى الحي كله، ومن كل شيء خلقنا شنو؟ زوجين. فاكو علاقه بين الزوج وزوجته تكوينيه، هاي اللي بيها كل الموجودات، هاي ينفد شيء. اثنين، باوعولي التفتولي، اكو علاقه شنو نعبر عنها، شنو نعطيها عنوان، علاقه تكوينيه، واكو علاقه خلي نعبر عنها قيميه. علاقه شنو؟ قيميه بين الزوج وزوجته، قيميه. القيميه شنو؟ رب العالمين ينظر العبادة، هذا لأنه ذكر يروح للجنة وذاك لأنه أنثى يروح للنار، يموت مو هالشكل. شلون ينظر العبادة رب العالمين بهالشكل هذا؟ ننظر بهالشكل هذا. رب العالمين ينظر العبادة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا الإمرأة أتقى من الرجل والرجل ما عنده تقوى، الرجل يروح الجهنم والإمرأة وين تروح؟ للجنة. القيمة لا بذكوريتك ولا بأنوثة المرأة، القيمة لمن؟ للتقوى. ما لها ربط. ولهذا أنا دائما أقول الآن العالم الغربي يقسم المجتمع إلى ذكر وأنثى بالأساسيات. الإسلام بالأساسيات ما يقسم المجتمع على أساس ذكر وأنثى، ما يقسم أبدا صدقني. الإسلام ينظر للإنسان كروح، الروح لا ذكر ولا شنو ولا أنثى. الإنسان ينظر، الإسلام ينظر للإنسان كعقل، العقل لا شنو، لا مذكر ولا شنو ولا مؤنث. الإسلام ينظر للإنسان كنفس، النفس لا ذكر ولا شنو ولا أنثى. الأساسيات لا هي مذكرة ولا هي شنو مؤنث. خو رب العالمين ينظر للإنسان شنو بيا قيمة، بقيمة التقوى. عنده تقوى وسهلا مكرم عند الله، ما عنده تقوى ما مكرم، سواء كان ذكرا أو شنو أو أنثى. هذا نقدر نعبر عنه جانب شنو؟ إيش عبرنا عنه؟ قيمي، قيمي. أكو جانب ثالث وظيفي، خلينا نعبر عنه، خلينا نطي عنوان جانب وظيفي. شنو يعني جانب وظيفي؟ يعني الرجل أكو إلى مهام تناسب تكوين الخلقي، هاي المهام كون يؤديها، والإمرأة عندها مهام تناسبها طبيعتها التكوينية، هم المفروض شنو تأديها. إذا ردنا من المرأة تشيل ما يناسب طبيعة الرجل التكوينية وتشيل يناسب طبيعتها التكوينية، راح نجعل منها شيء ثالث، لا هي رجل ولا هي شنو امرأة. وإذا اجينا للرجل وطلبنا منه أن يقوم بوظائف ما تناسب طبيعته التكوينية، ما تناسب، إضافة إلى ما يناسب طبائعه التكوينية، ونقول له سوي، راح نجعل من الرجل هم شيء ثالث، جنس ثالث، لا هو رجل ولا هو هم شنو مرأة. فكل من يأخذ دوره بما يناسب طبيعته التكوينية. هذا الكلام تشوفون دي شيء بيعلي أشكال هذا الكلام؟ شو تشوفون يعني؟ كلام عقلائي متوازن محترم، كل مشكلة هم ما بي. هذه نظرية الإسلام في النظر للرجل ومرأة كرجل ومرأة من جهة، و كطبيعة العلاقة بينهما من جهة أخرى. ستعبتوا مني، عفتوني، حتش الإسلام متوازن. يعني أنا بس أريد أعرف شنو مشكلتهم ذولا مع الإسلام في هاي المجالات، إشكالاتهم على الإسلام شنو حقيقة، والله أريد أعرفها. يعني أتمنى أعرف إشكالهم على الإسلام شنو. خابصينا أنتوا تطون المرأة حصة أو نص حصة للذكري، تحضرون فين؟ ليش نص حصة الإمرأة أو رجل حصة؟ يعني بابا هي دائما الامرأة تستلم نص، ها؟ بالإرث، بأحكام الإرث الامرأة دائما تستلم نص؟
بعض الأحيان الإمرأة تكون حصتها أكثر من الشنو؟ أكثر من الرجل. بعض الأحيان حصة الأم بالإرث تكون أكثر من حصة شنو؟ فلما تكون في بعض الموارد الفقهية أكثر من حصة الرجل، فالإسلام هناك أنطاها نص لأنها إمرأة، وهنا أنطاها أكثر من الرجل. ليش ما نظر لك إمرأة؟ إذن القضية ما ناظر لها كإمرأة أو رجل، فهنا لأنها إمرأة نص، هناك لأنها رجل كامل. لا لا، بهذا المورد لأنه ضمن لها مورداً آخر يسد حاجتها، هنا أعطاها نص. هناك لما ذاك المورد ما موجود أعطاها شنو؟ أكثر. فالقضية ناظرة لأنها إمرأة، يو ناظرة لأنه يكفيها أو ما يكفيها. يا أخي ليش ما تصير نص؟ يعني أتعجب والله، الناس ليش ما عندها إنصاف؟ يعني أقول لما تحصل بالإرث يتفاوت من حكم إلى آخر، فالحكم لأجل أنها إمرأة أو لأجل الظروف المحيطة بها، خو لأجل الظروف حتى الرجل هم وضعه يتغير، مو بس الإمرأة. يعني التغير بالإرث مو فقط على مستوى الإمرأة، حتى على مستوى شنو؟ الرجل لما تتغير الظروف المحيطة، كل من ينطي حسب ما ينفعه، وهناك يقلل منه بحسب ما مضمون إلى بمورد آخر بهالشكل هذا. فأني أريد أعرف الإشكال شنو، ما قاعد أعرف يعني حقيقة، والله ما قاعد أعرف وين الإشكال على الإسلام أبدا. قاعد يجيبوه كله الإشكال، قاعد يجيبوه كلها، يعني ما تقف ما تصمد أمام العدنة، بسرعة توقع. عندكم شيء قوي قلونا، ما أعرف شنو، خلي نفهم شنو عندكم. أنتم بزمن اللي كنتم متوحشين بعضكم يأكل بعض، أنتم الآن خابصين يا أخي مو هو حكي يأذي القلوب، بس تتعال يا من السولف. أنتم قبل 80 سنة 90 سنة أقمتم حروب عالمية، طحنتم 50 مليون و60 مليون و40 مليون على مصالح ضيقة، كنت واحد يأكل الثاني. وإحنا قبلكم 1400 سنة قرآننا كان يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شنو عندكم؟ أنتوا عندكم مادة بدساتيركم قبل 1400 سنة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عندكم هيك مادة عادلة؟ ولهن مثل الذي شنو عليهن، يعني لهن من الحقوق من قبل الرجال مثل الذي عليهن من الحقوق تجاه شنو؟ تجاه الرجال. شنو هالعدالة هاي؟ ولهن من الحقوق من الرجال مثل اللي شنو؟ عليهن تجاههم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عندكم هيك مادة دستورية قبل 1400 سنة؟ بلا، راونا خلينا نشوف، راونا. شو احنا حقوق المرأة عندكم؟ شفناها بس صورة على الشامبو، صورة على شنو حقوق عندكم؟ استغلالها في سوق النذالة وسوق الرذيلة وسوق النزوات والشهوات. انتوا هاي قاعد نشوفوا احنا شنو عندكم؟ احنا قبلكم 1400 سنة قرآننا يقول ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة ضرب الله مثلا، مو للاتي آمنا، حتى آسيا قدوة الله ضربها مثل للنساء، ضرب الله مثلا للذين آمنوا. للذين آمنوا يعني شنو؟ يعني بذكورهم، يعني ما قال ضرب الله مثلا للاتي آمن امرأة فرعون، حتى تكون امرأة فرعون مثل وقدوة لمن؟ للنساء. قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. للذين آمنوا يعني بذكورهم وإناثهم. إحنا قبلكم 1400 سنة خلينا الإمرأة مثل، رب العالمين طلب من المؤمنين برجالهم ونسائهم إلى يوم القيامة يقتدون بيها. عندكم تشي؟ عندكم تشي أنتوا؟ راونا وين؟ ألسنة طويلة باطل، ألسنة طويلة وعلى باطل، هم يا ريت على حق. الإسلام عظيم أيها الإخوة، لا تغركم هاي الدعايات وهذا الحكي وهذا وإلى آخره.
وهاي العناوين الفضفاضة الإنسانية والإنسانية والإنسانية. شبابنا راحوا لأوروبا هاي الفترة الأخيرة، استلموهم تجار المافيات، أخذوا كلياتهم وأخذوا أعضاءهم وذبوهم موتى في الشوارع، وبعضهم قام يصيح رجعوني، اللي سلم منهم قام يصيح رجعوني لبلدي، قاموا يتاجرون بيهم دول دعاة الإنسانية الخابصينة. نعم تكنولوجيا نتقدموا عليه، أنا أعترف إحنا ناس منصفين ما نشذب على رواحنا، علميا تكنولوجيا تطوروا وتقدموا علينا مع الأسف إحنا ما احترمنا قابلياتنا وطاقاتنا وإلى آخره. نعم هذا أعترف لهم، يعني هم تقدموا علينا، وإن كان إحنا حتى بهاي سبقناه. يعني أنت في شنو جعفر الصادق يربينا تلميذ جابر بن حيان علم الكيمياء، شنو جعفر الصادق؟ شنو شنو خاجة نصير الدين الطوسي يبني مرصد ببغداد لمراقبة النجوم؟ خاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله بنى مرصدا لمراقبة النجوم في بغداد قبل 700-800 سنة، قبل ناسا وقبل هاي مال كذا الفضاء الروسية، وقبل وقبل قبل 700 سنة خاجة نصير عالم من علماء الشيعة بنى مرصدا لمراقبة النجوم في بغداد، توفى انترك لو طاقاتنا وشبابنا مكملين المشوار، كان طورنا طورنا شيء فشيء، كل يوم واحد يخلط ابوه قديش، احنا الان سبقناهم الى القمر وغير القمر، بس تركنا العمل مع الاسف سبقونا، والا احنا حتى بهاي فتره سبقنا، بالطب كان لنا يد، بكل شيء كان لنا يد، لكن ما اعرف شنو صار هذا الخمول اللي صار عندنا كمسلمين وخلانا نرجع لورا، شنو ما اعرف. الان الامل بشبابنا طلعنا طلبة الجامعات، خذتوا اختصاصات وكل من خليه يمشي باختصاصه، احنا في يوم منعناكم من الابتكار، قلنا لا تفكرون لا تخترعون، احنا ما عندنا محاكم تفتيش اللي كانت عند النصارى وبعدين تمردوا عليها. اسلامنا يقول طلب العلم فريضه من المهدي الى اللحد، اطلبوا العلم ولو بالصين، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. وإسلامنا كله يدعو للعلم والتعلم والتطور والابتكار والاختراع، بس يظهر أكو كسل على الشباب، كسل أكو، يعني الدين ما وقف عائق في طريق التقدم، إحنا شوية عندنا كسل، إحنا نكيف نفرح شبابنا ماجستير ودكتوراه بروفيسور يخترع يا ريت، قاعد يعني ندعو ليل ونهار على المنابر. الكلام هذا على الدين شنو؟ الآن يقال على الانترنت فيسبوك غيره أنه ذول كذا المتدينين، شلون نتطور؟ شو اللي ربط شنو؟ ما قاعد فماني شنو؟ هو غير الصادق أبو الكيمياء يو غيره، جعفر الصادق هو يو غيره يو منه؟ والله تعجب حقيقة، يعني غير أئمتنا اللي قسموا العلم إلى علم أديان وعلم أبدان. علم أبدان يعني شنو علم أبدان؟ طبي ومو طبي، هم أئمتنا قسموا العلم هكذا، علم أبدان يعني شنو علم أبدان؟ يعني روحوا صيروا بارعين بالطب أئمتنا قالوا، وغيره وغيره، أنا ما استذكر كل، أنا ما كان ببالي أتكلم بهاي المواضيع، ما أعرف شنو جابني عليها، ما أعرف شنو جابني عليها. أقول نظرية الإسلام عن الإسلام عظيم بكل مجالات، الإسلام عظيم، نعم أكو مشكلة بينا كمسلمين وحيكون عالجها، نشوف شنو سببها وكيف نعالجها، هذا ممكن، أما كنفس النظرية عظيمة، الإسلام عظيم، كافي حكي. هذا المحور الثاني هنخليه نغلق، شنو نغلق بابه. المحور الثالث إسكان الماء في الأرض، إحنا بيا مادة، مادة شنو؟ سكن. إسكان الماء فأسكناه، يعبر القرآن الكريم، أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، فأسكناه هذا الماء، هذا خلينا نعبر عنه. المحور الثالث إسكان الماء شنو؟ ليش ما تجاوبوني؟ في الأرض، هاي المادة استعملها القرآن كمحور ثالث، إسكان الماء في الأرض. جيد، بس هذا شنو أقول بي بسرعة بسرعة، هذا شنو أقول بي؟ أقول الآتي، أقول يظهر أيها الإخوة أن الأرض بيها طبقة نفوذية وفيها طبقة غير نفوذية.
توقعوا لو كانت الأرض من طبقة واحدة كلها نفوذية، لما ينزل مطر من السماء والأرض طبقتها واحدة وهي طبقة شنو؟ نفوذية. الماء تمتص الأرض وينزل إلى أعماق أعماقها يولا تمتص. زين إذا نزل إلى أعماق أعماقها بعد نقدر نستفيد من الماء؟ بس انتبهوا لي، ستقول لي ما قاعد تمتص الماء، ايش قاعد تسولف؟ ما قاعد تمتص، لا تمتص، ولكن تمتص بمقدار يو بشكل ليس له نهاية. بمقدار تمتص بمقدار معين. وإلا لو كانت الأرض طبقة واحدة ما بيها طبقة أخرى تحتانية يقف عندها الماء، لو كان هذه الطبقة التحتانية ما موجودة اللي يقف عندها الماء، فالأرض تبقى شنو؟ هي تمتص تمتص تمتص، والأرض هم ما لظل تمتص تمتص لما تكون النهاية، لعله يطلع من نهايته ويروح مثلاً، على سبيل المثال، على سبيل المثال، أو يتبخر بطريق امتصاصة باعتبار قطر الأرض كذا ويروح مثلاً. انتبهوا لي، لو كانت طبقة الأرض كلها نفوذية والسماء تمطر، هذا ماء السماء نستفيد منه يوم ما نستفيد منه كل ما هو، خلينا نقول شكل آخر الكلام، لو كانت طبقة الأرض كلها غير نفوذية والسماء تمطر، الماء وين يروح؟ يبقى على السطح. زين لما يبقى على السطح يبقى على حاله لو يتعفن، خصوصا إذا ماكو شنو؟ إذا ماكو مد إله، هو يتعفن لو ما يتعفن يأخذ أسبوع أسبوع يروح ينتهي. زين إذا تعفن الماء نقدر نستفيد منه؟ منه مو فقط ما نقدر نستفيد منه، يكون وجوده ضار إلا لو ما يكون وجوده ضار، كروائح كأمراض كبكتيريا كفيروسات يكون وجوده ضار ومو ضار، مو ضار. ولهذا تشوفون رب العزة خلى طبقة من الأرض نفوذية وطبقة تحت النفوذية شنو؟ غير نفوذية، فالماء ينزل لمقدار في الأرض وشنو؟ ويتوقف. الأرض هم تحافظ على الماء لما يكون في بطنها من جهة من الأمور ذكرناها قبل قليل، وإحنا هم متى ما احتجنا هذا الماء نقدر نستفيد منه من جهة أخرى يوم نستفيد، نستفيد منه كما في المياه الجوفية الآن الموجودة في الأرض. أقول هذا الشغل، هاي الدقة، أنه تكون الطبقة الأولى نفوذية حتى الماء ينزل بيها وتحافظ عليها مثل ما تخلي طعام في الثلاجة مثلاً، والطبقة الثانية غير نفوذية حتى يبقى محتفظ في مكان اللي أنت تقدر تستخرجه. أقول هذا إجي هيك شلون مكان يو أكو خالق عالم حكيم سواه؟ يعني معقولة هذا هو هيك ترتب بوحده بهالشكل هذا وبهالطريقة الحاسب كل شيء حساب؟ معقول جاب الصدفة هذا؟ لو أكو عالم أكو حكيم ما هو يعني ما أتعجب أنا واقع أتعجب يعني. خلى طبقة نفوذية وخلى طبقة غير نفوذية، الأولى تمتص الماء حتى تحافظ عليه وما يضيع بالتبخر بالتعفن إلى آخره، الطبقة الثانية تحفظ لك إياه حتى أنت شو وقت ما تحتاجها هم الطلعة تشرب منه تسقي به إلى آخره. هذا القرآن عبر عنه، خلينا الأرض شنو؟ سكن، سكن للماء. الله أكبر، شلون تعبير جميل. أنزلنا من السماء ماء بشنو؟ شوف هاي التعبير إيش قد دقيق، بقدر. الماء إذا صار أكثر من اللازم ينزل، يكون نافع لو يضر، يعني إذا بقى ينزل بلا قدر نقدر نعيش؟ ما نعيش. يقول بقدر أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه، يعبر أسكناه، سكناه ببطن الأرض، لا ينزل تماما لأن أكو طبقة غير نفوذية جوه، ولا يبقى فوق لأن الطبقة الفوق نفوذية ينزل منها الماء، فضمنا لكم إياه، سكناه بمكان اللي متى ما تحتاجوا تستفيدون شنو منه. هذا هو المحور الثالث من محاور هذه المادة في القرآن الكريم. تشوفوها مهم هذا المحور يوم مو مهم؟ مهم كلش، وفيه كلام كثير، ولكن أني أريد أوصل للمحور الأساسي فما أريد أطول بهاي المحاور. المحور الرابع، تعبتوا مني ما تعبتوا؟ المحور الرابع شنو أعبر عنه؟ المحور الرابع خلي أعبر عنه المحور التشريعي،
صار كل محور أنطي عنواني ومو كل محور أنطي عنوان، كل محور أنطي عنوان. خلي أعبر عنه المحور شنو؟ التشريعي، المحور التشريعي. المحور التشريعي طبعا آياته كثيرة بهاي المادة، من آياته المرتبطة بأئمتنا عليهم السلام، ويطعمون الطعام على حبه شنو؟ عوف يتيما، عوف أسيرا، ويطعمون الطعام على حبه شنو؟ مسكينا. نفس المادة، نفس المادة. هسه طبعا هاي هنا أنا من أحكي لك عن المسك، هو شنو مسكين؟ ليش سمي مسكين؟ مسكين من السكون، سكن، نفس المادة، من السكون. يعني شنو من السكون؟ هذا الإنسان لما يفتقر 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 يفتقر، يصل إلى درجة من الافتقار ومن الجوع ومن أن شنو؟ يسكن في الأرض، بعد يقدر يتحرك لو ما يقدر، من السكون، مسكين من السكون. طبعا هنا أنا أكو أبحاث مفصلة، صدقوني أيها الأحبة، أنا ما أحب أحلف على المنبر، واقع على شنو أحلف فيه؟ معلومات صحيحة بعد على شنو؟ لقيت المفسرين هنا بعنوان المسكين يعني يبذلون جهود جبارة في بيان الفرق بين الفقير والمسكين، وأيهما أشد فقرا، الفقير يون مسكين. أو تعال شوف المطاحن الفكرية بين المفسرين هنا، لو إلي خلق وإلكم خلق أسولف لكم تتعجبون، والله تتعجبون، بس لا أنا إلي خلق ولا أنتم هم لكم خلق تشبه هذا. هسه إحنا هذا أكثر فقر يو ذاك، إحنا اثنيناتهم كون شنو؟ نساعدهم والسلام. وإلا لو تشوفون شنو من مطاحن أكو هنا بين المفسرين، أنه من الأشد فقر، الفقير والمسكين، تتعجبون. طبعا البعض قال المسكين شنو؟ أشد فقر مين؟ من الفقير. طرف آخر قال شلون؟ هذا مو صحيح هذا؟ ها؟ قال له في سورة الكهف الله يقول عن السفينة اللي عابها منه، اللي عابها منه الخضر، يقول شنو؟ لمساكين، لمساكين، وهاي اللام لام التمليك، فمعناه المساكين عندهم سفينة يوم ما عندهم سفينة، عندهم سفينة. زين هو اللي عنده سفينة يكون أشد فقرا منين؟ من الفقير. شلون يصير؟ ها حكي قوي ولا؟ سفينة عندهم الله يسميهم مساكين، هو اللي عنده سفينة أكثر من الفقير، شلون؟ ولهذا الفقراء أكثر فقرا منين؟ مساكين. ذاك جاوبه قالت صار استعد دليل، أنا ما عندي دليل. جن أم جاب دليله؟ هذا رد، ذاك رد، هذا رد، ولقيت صفحات يعني 20-30 صفحة بس شغل فكري بين مفسر وآخر على هذا الموضوع. بس بالنتيجة هذا يحتاج إلى كلام كثير، مو وقت الآن أترك إلى، وأنا جبت لكم مثال حتى تصدقون كلامي، ما قاعد أبالغ يعني، حقيقة هذه وأبحاث حلوة وشيقة، والعلم قيمته ذاتية. يعني بعض الأحيان العلم مو إلا الارتباط بواقعنا وكذا نسبه، بشكل عام العلم إلى قيمة ذاتية، يعني هو تعلم بحد ذاته فائدة. المحور يا محور صنع الرابع اللي هو محور شنو؟ التشريع. يا أحسنت، ومسا هاي آية من آياته مسكينا. بس تقول شنو مسكينا؟ هاي شنو ربط التشريع بيها؟ شنو ما قاعد أفهم شنو؟ لا مسكين هو يستخدم بموارد الارتباط بالتشريع. أضرب لك مثال هسه، كون أذكر الآية، أنه 10 مساكين اللي يحلف يقسم يؤدي يمين شرعي ويحنث على أمر ما مثلا، ويحنث كون شنو الكفارة مالته شنو؟ لو يصوم شنو 3 أيام شنو متوالية، يو يطعم شنو 10 مساكين، كما مثلا كفارة 10 إطعام 10 مساكين. بس الآية ما تحضرني، لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم الله بالشنو باللغو في أيمانكم إلى آخر الآية، والعشرة مساكين مثلا. هذا حكم شرعي أو مو حكم شرعي؟ ها تطعم 10 مساكين حكم شرعي بالنتيجة هذا. طبعا هسه هنا هم اكو عندي كلام، هذا موضوع اليمين هم عندي كلام هنا وهم جميل، خلي الفت نظركم اليه بسرعه حتى نكمل المحور الرابع ننتقل للخامس بعد برانا هواي 6 ذا كملنا الخامس بعد قد ورانا
ستة بس أعدكم الخمسة من الستة راح أمشي عليهن بسرعة بلا كل شرح أصلاً. لأن الوقت انتهى وباشر أريده فقط للسكينة حتى ننتقل للأخير اللي هو السكينة. شنو نقف عنده إن شاء الله مفصلاً، اللي الله ألبسه للإمام الهادي عليه السلام، ألبسه لباس السكينة هو الوقار. بس تشوف معلومة سريعة هنا أنا أقول لكم حلوة. شخص عقد يميناً على طاعة، شخص عقد يميناً على شنو؟ على طاعة، إذا حنث بقسمه اللي عقد على طاعة يدفع كفارة لو ما يدفع؟ يعني أضرب لك مثال، شخص يقول والله وبالله وتالله لا شربت خمراً، الله يجيرنا ويجيركم إن شاء الله تعالى، هكذا يقول لا شربت شنو؟ خمرا، لا شربت خمرا. هذا هنا حل أو عقد قسم على طاعة أو مو طاعة، ها؟ الحلف بهذا القسم يولد كفارة لو ما يولد؟ شو تشوفون؟ يولد طبعا. مورد ثاني، أضرب لكم مورد ثاني، شخص عقد يميناً على معصية وحنف بقسمه عليه شيء، يعني قال والله لا صليت، والله وبالله هذا هو يفتهم، يعني اللي يقسم الشيء قسمه يفتهم، والله وبالله وتالله لا شنو؟ لا صليت. أصلاً هو ينعقد قسمه هيك شيء، ها؟ فإذا حنث بيه عليه شيء رحم الله والديهم، إذا وش أساهي في المورد الثاني. مورد الثالث، أمر مباح، أمر شنو؟ مباح، عقده بالقسم والله وبالله وتالله لألبسن هذا الثوب وحنث، يطعم 10 مساكين لو ما يطعم؟ يطعم يطعم يطعم. بالنتيجة أنا قاعد أقول المسألة لها ارتباط بالتشريع، يوم ما لها ارتباط بالتشريع جاوبوني، لها ارتباط بالتشريع، وهذا المحور هو المحور الرابع شنو؟ تشريعي. نمشي بسرعة حتى نوصل للسكينة باكر. المحور الخامس، خامس لو سادس، الخامس، السكن في الجنة. السكن شنو؟ القرآن استعمله طبعا، هو بس السكن بالجنة عندي بيه كلام كثير. شنو السكن بالجنة؟ أوه. هذا أترك الوقت آخر. السكن بالجنة يعبر القرآن عنه في آية من آيات ذلك، مساكن طيبة، أحسنتم، مساكن طيبة مثلا، هذا من القرآن ذكره. يبقى شنو السكن بالجنة وشنو درجاته وشنو أقسامه، هذا كلام طويل له وقته إن شاء الله تعالى، الآن ما أقدر. عالم، هذا عالم يعني، وكل شيء بالجنة عالم يعني. تعال شوف الشراب بالجنة، عيني مثلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها شنو؟ كافوا، يعني شراب مخلوط بكافور قسم. عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها، هاي عين ما مخلوطة، ديك مخلوطة بكافور. شنو بعد؟ كذا زنجبيلة مثلا، هسه ما تحضرني الآية، هناك مخلوطة بكافور، هاي مخلوطة بزنجبيل غير الكافور، هناك عين بلا خلط، عيني يشرب بها عباد الله. أو مثلا في سورة أخرى مزاجه من تسنيم، صار أكو مزاج كافور، صار أكو مزاج شنو؟ زنجبيل، صار أكو مزاج شنو؟ تسنيم، خلطات، كل شراب خلطة شكل، كل شراب الله جميل.
هذا الشريحة بالجنة، ذاك الشريحة ثانية بالجنة، هذا الشريحة راه أعلى الشراب في الجنة اللي شفته الآل البيت في سورة الإنسان، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طبعا هم مطهرون، يطهركم تطهيرا، شرابهم هم شنو؟ طهور. الطريف يا سيد ما اكتفت إشارة سريعة أقول لكم إياها بسرعة بسرعة أقول لكم إياها. الطريف لقيت تطهير أهل البيت في القرآن على قسمين، تطهير مباشر وتطهير غير مباشر. التطهير المباشر آية التطهير يطهركم تطهيرا، الله يطهركم مباشر. تطهير غير المباشر سورة الإنسان ويطعمون الطعام سورتهم، سقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني التطهير يتم من خلال شنو؟ الشراب. وهناك التطهير شنو؟ مباشر. هذا من الدقائق اللي المفروض تلتفتوله في القرآن لآل البيت عليهم السلام، تفتوله. تقرؤون في زيارة الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، أو كذا أرض أنت بها، وإلى آخر يسمون زيارة. أقول المحور الخامس هو شنو؟ السكن في الجنة. المحور السادس إسكان الريح، إن يشأ يسكن الريح. طبعاً رب العالمين إذا أسكن الريح ووقفها تماماً تبقى حياة. أنتوا الآن تدرون هاي الأرض ليش بتصير حارة بحيث ما تصلح للسكن؟ شنو اللي برد الأرض؟ تدرون شنو اللي برد الأرض؟ شنو اللي راديتر؟ وش خلنا نعبر وش نسوي بعد؟ الراديتر الآن السيارة من دون هاي الراديتر تحمل أو ما تحمل؟ تحترق ما تشتغل. الراديتر مال الأرض شنو؟ الريح. فتوقعوا لو أن الله أسكن الريح وما أكو ريح تماما شي يصير؟ والشمس تضربك شي يصير؟ تحترق الأرض ومن عليها. يقول إن يشأ يسكن الريح. تقدرون أسلحتكم نوويكم أسلحة جرثومية نووية، أصلاً هي أسلحتكم تبقى ثانية إذا ما أكو ريح، لو تنفجر كلها تنفجر وتقتلكم. يعني خاف تتصورون أنتم صرتوا أقوياء أو تنافسون قوتي مثلاً، لا توايهم مشتبهين. أنا إذا أشر للريح أوقفها كل شيء أنت، لا أسلحتكم ولا قوتكم ولا بيوتكم تحميكم ولا كل شيء يحميكم، ما كل شيء يحميكم ريح إذا أوقفها بس. خاف تتصوروا صرتوا أقوياء في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، تاليها غرقان، أنا ربك ما علمت لكم من إله غيرها. مو بس رب، أصلا ماكو إله هسه مرة واحد إله بس أكو شنو؟ أكو آلهة وياه. لا هو يقول ما علمت لكم من إله غيره، أصلا بالأرض بس أنا إله، بالسماء وش تاليها غرقان، هذا الإله الوحيد غرقان تاليها، الماي ما ضعف أمامه، ضعف الطالب تاليها قدام الماء ينتهي. أنا ربكم الأعلى. إنسان ضعيف، يا أيها الناس أنتم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم ضعفاء، أنتم فقراء. إذا أبتلي واحد منكم بمرض حيرة، شفتوا دول متطورة زحف عليها البحر خلال ثواني المدن ما هي؟ شفتوا يوم ما شفتوا؟ هاي باليابان المدينة النووية زحف عليها البحر دقائق، رجع البحر أكو مدينة يوم أكو؟ ما أكو شيء، أرض خالية. وين صارت البيوت؟ ما أكو شيء، كل شيء بحر بحر هاج عليها كل شيء انتهى. في القرآن الكريم لله جنود السماوات، لله جنود، الهوى جند، الماء جند، كل شيء جند. تقف أمام من أنت؟ صار كم محور؟ ستة، وقتي خلص. بقية المحاور من دون تعليق بسرعة بكرة نقولها، ومباشرة نبدأ بالمحور
الحادي عشر، ونعطي ساعة إن شاء الله من الكلام حتى نعرف إمامنا الهادي شلون ألبس لباس السكينة، لأن آخر محور السكينة اللي أريد أقف عنده إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. كنت جايب ولاي نهج البلاغة، أريد أقرأ كم فقرة من نهج البلاغة، بس يظهر الوقت ما يسع، أترك الكلام إن شاء الله إلى وقتنا آخر. هسه هذا كلام عقولنا كملناه، الآن خلونا أمام ما يحيي قلوبنا، واللي يحيي قلوبنا هو القرآن الكريم وذكر محمد وآل محمد. سيد إسماعيل الحميري كان من يقعد بمجلس ويشوفهم يحجون بالدنيا وغيبة ونميمة وفلان وفلتان وعلان وهذا وذاك، وقال فلان وقالت فلانة، هاي بعض الجلسات اللي ما بيها فائدة، يقوم يقولوا له ها سيد إسماعيل، قال لهم إني لأكره أن أطيل بمجلس لا ذكر فيه لآل بيت محمدي، إن الذي ينساهم في مجلس حتى يفارقه لغير مسددي. أنا مجلس ما بي ذكر الحق وأهل الحق أبقى بيه وما أبقى، اعذروني أنا وقتي ثمين، ما ضيع وقتي بجلسات تافهة ما بيها فائدة. أنا هم أقول للإخوة حافظوا على أوقاتكم، خصوصا الشبابنا القاعدين واللي يسمعون الآن بالفضاء، أقولهم يا شبابنا الدنيا قاعد تركض، ما قاعد نلحق عليها، السنون قاعد تركض، ما قاعد نفهم شيء، فأنتوا إذا هذا وقتكم تضيعوه قهاوي وتضيعوه نارقيلة وتضيعوه، ترى العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، زين إذا تنطي العلم بعضك شي ينطيك؟ كل شي ماكو. الطريف هو ما يتعب روحه، بعض بعض لا تقتطع، هذا ينزلوه شيخ زمان يحكي على الشباب، بعض بعض شبابنا هو ما يضيع وقته على الأمور التافهة، بعض ويجي يقول ايش وقت نتطور احنا، ايش وقت نتطور، من تقرا انت نتطور، انت من تتعلم احنا نتطور، انت من تكمل الماجستير والدكتوراه وتصير البروف وتتخصص وتبتكر وتخترع احنا راح نتطور، اما من تبقى انت قاعد بالقهوه احنا راح نتطور، يوم ما نتطور احنا ما راح نتطور، ما راح نتطور، انت ذا مضيع لي كل وقتك بالامور اللي ما تسوى، ما نتطور. استفيدوا يا أحبابنا، اقروا يا أحباب، نضيعون وقتكم، طالعوا اقروا كتبوا تعلموا، انتوا آبائنا وأمهاتنا، أولادكم اهتموا بمدارسهم، لا يطلعون من المدرسة، جريمة، أكبر جريمة ترتكب بحقنا أن نطلع أبنائنا، أكبر جريمة ارتكبها الطاغوت اللي حكمنا 30 سنة أنه جهنم، فقر الجنوب وفقر الوسط وركز على مناطق أخرى قواها اقتصاديا وكذا، وإحنا بهذلنا سد الهور علينا، خلى ناس نجاعت، من جاعت قام يطلعون أولادهم من المدارس شنو؟ يشغلوهم بحي الصناعي بكذا، فطلع لنا جيل شنو؟ خلال 30 سنة ما متعلم، هذا جيل ما متعلم شكل لنا كارثة، كارثة كارثة، كل مشاكلنا من هالمصيبة. الآن كون آبائنا أمهاتنا أولادهم خط أحمر المدارس لا يطلعون، نريد جيل متعلم واعي، جيل أمي ما نريد، حتى يبنون هذا البلد، يعمرون هذا البلد، يتقدمون بينا للأمام، بأولادكم يتقدم البلد، بأولادكم، خاف تتصورون يعني بأولادكم، أنا أنظر للأمور بهالشكل البعيد، بأولادكم يعمر البلد، ربونا جيل خير مؤمن ما يأخذ رشوة، نفسه ما تدنى على المال، ذاك الوقت سلمون مسؤولية، شوف إيش راح يصير، كما حصل مع غيرنا من تجارب في البلدان الأخرى، شنو فرقنا عن غيرنا؟ هذا كلام واحد قلبه محترق على ناسه وعلى بيته وعلى وطنه، تقبلوه بكيفكم، ما تقبلوه مذبوه بالشط، ما يهمني يعني، مذبوه بالشط، وأمري وأمركم إلى الله، أكثر من هذا شو أقدر أقول أنا؟ يا ربي احفظ عراقنا، يا ربي احرس عراقنا بعينك التي لا تنام، يا ربي من أرادنا بسوء في هذا البلد فأرده، ومن كادنا فكده بمحمد وآله الطاهرين. هذا بلد علي والحسين، يشور هذا البلد،
كل من يخونه يأذيه يسرقه هذا البلد يأذي. هذا بلد حكومة، الحكومة راح تحكم الأرض من هذا البلد، حكومة صاحب الزمان. صاحب الزمان عينه مسقط رأس صاحب الزمان هذا البلد، مسقط رأسه، وحكومته اللي تقود العالم هذا البلد، فعينه شنو عليه؟ لا تصدق أن الإمام المهدي عليه السلام عينه تروح عن هذا البلد. هذا البلد راح يحكم الأرض في يوم من الأيام، كل هالحكم هذا البلد، العراق بلد إبراهيم الخليل. هذا مو بلد سهل، كون نحافظ عليه، نهتم به، نحفظ أمانته من خونه. اتقوا الله أيها الناس، أنا مو ياكم أحكي، أحكي ويا الكل، أنا كل من يسمعني، اتقوا الله في بلد علي والحسين، حافظوا عليه ورحموه. الآن خذ روح الكلام اللي يطيب خواطرنا، يطيب قلوبنا، وهو المرتبط بمصائب آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وبآلام آل البيت عليهم السلام. أنست رزيتكم رزايانا، احنا عندنا رزايا، وعندنا رزايا، خصوصا هاي بعد معركة داعش وفتوى سماحة السيد حفظه الله، وتقدم شبابنا للقتال، وقدمنا شهداء كثر، وسالت منا دماء طاهرة زكية خيرة، دماء لولاها ما نقعد أنا وياك اليوم وفالشكل هذا أمن وأمان، صحيح؟ قدمنا شهداء، عندنا جروح كثيرة لم تندمل بعد، جروحنا لم تندمل. أنت الآن من تمشي بالشارع وتشوف هاي الصور قلبك يحترق، كل صورة تأخذ صحتك، كل صورة تأذيك. شبابنا ذولا، رصيدنا ذولا، راحوا، ولكن هذا كل الشاعر يقول للحسين، يقول لأنست رزيتكم رزايانا التي. أبو علي أنا هذا كله مألمني، بس من أقارن برزيتك هذا كله يهون، كله يهون. فأقول لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ماكو مثل يومك. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية، ومصائب الأيام تبقى وتزول وهي إلى القيامة باقية. جبل الحسين السلام، هذا الفصيح شاعر الحس شي يقول، يقول زينب يوم العاشر قالت للحسين ما مثل يومك يا ابو اليم جرى. هاي ابيات اقراهن شيخ خالد الكربلائي الله يرحمه، وبهالطور اقراهن. ما مثل يومك يا ابو اليم جرى جرى جرى، على رمح راسك وجسمك عثر. اكو صار مثل هذا اليوم ابا عبد الله؟ لا والله. ما مثل يومك يا ابو اليم جرى، على رمح راسك وجسمك عثر، اش حال قلب اختك لجسمك تنظر، يا بد تنظر تنظر، وما يدلوها الشريعه وينها، يا با ما يدلوها الشريعه وينها، الشريعه وينها، ايش تردين من الشريعه؟ هاي الشريعه منا. قالت لا اجيتك للنار اعذر بثوب يا اخويا. شلون حكي بالله هذا، شلون حكي بالله هذا؟ زينب ما متعلمه تمشي بين زلم، عمرها ما ماشيه بين زلم، شلون تمشي بين خيول وفرسان انا جيتك للنغر اعذر بثوبي، اعذر بثوبي يلي قضيت نوبك وصل نوبي، خويا وصل نوبي، يا عباس دير العين صوبي. وصلت لوقفة يمه تقول له أنا لخوتك عباس ممنونة ممنونة، والمثلك يوافي شلون يوفونا. اي والله أبو فاضل، خويا والمثلك يوافي شلون يوفونا، أنا لو أبكيك عمري أظل مديونة يا أبو فاضل. الله الله، أنا لو أبكيك عمري أظل مديونة مديونة. وبقت على هالحال زينب، بقت على هالحال زينب،
تدري شو تقول له؟ تقول له تدري أنا ليش جايتك يا أبا الفضل؟ جاتك للنهر ما قاطع الياس، ما قاطع الياس. شلون حكي بالله هذا؟ أنا جاتك للنهر ما قاطع الياس، بل كان بيك ألقى من الرجا نفاس، وانخاك وتشد حيلك يا عباس. أنا انخاك وتشد حيلك يا عباس، ومثل ما جيت أرجع رافع الراس. خويا رافع الراس، ولا تقبل يا خويا تشوفني الناس، ولا تقبل يا خويا يا خويا تشوفني الناس. ورجعت للحسين، ابو السجاد شافها جاية، قالها ليش جيتي خويا يا روح الزكية؟ اقروا ياي. ليش جيتي خويا يا روح الزكية؟ ليش جيتي وطولك تشوفه يا امي؟ ليش جيتي ودمعة عيونك جرية؟ ليش جيتي وين خليتي رقية؟ ليش جيتي وين خليتي رقية؟